هشوف دلوقتي الزلابيا عند الحاجة ام احمد هنا، ويا ريت بقى الكل يجي برضو يشجعها وتشتروا منها وتنفعوها، حاجتها نظيفه جدا. طبعا 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 احنا بنصور الناس الحلوه الطيبه اللي زي علشان الناس تعرفهم ويجوا بقى يشتروا منهم ويجوا حاجتهم الحلوه دي. لا لا انا الحمد لله هي زباين، بس اللي ما بقاش الزلابيا بتاعتي بقت تختلف كتير يعني. اهو الحاجه جت ايه بقى دي مع بعض بقى اهو ده الكسكسي الجميل بتاع الحاج ام احمد. النار الصبح عملت الحاجات دي بتجهزيها من قبلها بيوم؟ من قبلها بيوم. بكام بقى كيس الكسكسي عندك؟ بكام الكسكسي؟ 25. 25 ده الكيلو؟ جميل. طبعا اشتروا من الناس الطيبه دي ونفعوهم يعني، يعني هتلاقوا حاجاتهم نظيفه وهم اصلا يعني بيشتغلوا بصراحه يعني بكل ذمه وضمير زي ما انتم شايفين. الزلابي عندك بقى بتبتدي من بكام يعني؟ من كام؟ من 5 لحاجات لو قالت بنار بارده بتلزق في بعضها. انا اللي بعملها بتلزق وبتكبر وبتعمل اشكال غريبه بصراحه. انا هاجي اقف جنبك كده كم مره كده اتعلم ماشي وهنفسك بقى. عايزهم على بعض ولا ورقة واحدة؟ أي حاجة. نعم. أي حاجة. أصلي ورقتين ولا ورقة؟ ماشي ورقتين ماشي. بقى تسيبها تخمر؟ لا مع الجو كده ممكن تديها ميه دافيه تحت منها. عشان الجو ساعة. الصيف مفيش 10 يعني. انت بتجهزيها قبلها بقد ايه؟ من نيجي للشتاء بتاع نص ساعة. نص ساعة. بتحتاج نوع دقيق معين صح؟ مش اي دقيق. 5 نجوم. دقيق اسمه 5 نجوم؟ بس انت بتعمليها مش محتاجة حد يساعدك فيه ده؟ لا لا. طب والكسكسي والرقاق حد بيساعدك؟ انا عندك الفرن اللي هو البلدي ده اللي هو طلع ابو مفتاح ابو محمد الصاج ده هو ده اللي بتعملي فيه؟ اه ربنا يوسع عليك يا رب.